السلام عليكم، معكم عماد من تونس. أصدقائي، أعود إليكم بهذه النوعية وهذا العرض الممتاز لطيور الكناري. طيور الكناري اللون والشكل، نشاهد هذه الطيور ما شاء الله، يعني كم هي جميلة. هذه الطيور هي إنتاج تونسي بحت وليس الطيور مستوردة. هذه الطيور في صحة جيدة. أصدقائي، نشاهد الجلوستر ما شاء الله على ألوانه، على شكله، على جماله. هذه الطيور أضعها للبيع على ذمتكم. الاتصال لمن يريد الحصول على هذه الطيور الكناري الممتازة أن يتصل بسرعة قبل نفاذ الكمية. وكلما اتصل الشخص الذي يريد أن يتحصل على الطيور بسرعة، كلما كانت له الطيور الأجمل هي التي سوف يتحصل عليها، على عكس الطيور التي سوف تكون يعني في آخر العرض. هذه الطيور أصدقائي أضعها لمن يريد أن يقوم بإنتاجها في الموسم القادم. طيور جميلة، طيور يعني من إنتاج تونسي، أي متعودة على هذا الطقس وعلى الأكل الخاص في بلادنا. هذه الطيور ممكن نقوم ببيعها جملة وتفصيلا. وفي الأخير أقول لكم، معكم عماد العرفاوي، والسلام عليكم.